واحدة من أهم التحديات اللي تواجهنا هسه موضوع سجل الناخبين المتوفين اللي تدري ضغطوا بسجل الناخبين المتوفين اللي أعمارهم فوق 120-130 سنة وعندهم بطاقات وعندهم مش عارف إيش، وكنا نسمع نكتة واحد دا يقول جاي ورا ما مكمل الانتخابات، هاي نكتة طبعا، يقول دا يسأل عن زوجته ما شفتوها، قال لا حجي زوجتك ماكو، قال أنا كل ما أجي ألاقي زوجتي اللي متوفية من 10 سنوات لاقيها منتخبة وطالعة قبلي، فكنا من اقتنع. بس اليوم حقيقة لما وفق تقارير طلعت انه قالوا انه اكو مواليد يعني يتجاوز عمر 120 او 130 سنة موجودين في سجل الناخبين، نعتقد هذه مؤشر، مع انه هي مو نقطة التحدي الكبير امامنا. نقطة التحدي الكبيرة اللي امامنا الان حقيقة واللي نحن قلقين من عندها جدا موضوع 5%، موضوع تخطي البصمة. 5% تخطي البصمة يعني اذا قلنا المحطة الانتخابية هي ما بين 450 ناخب الى 500 ناخب في المحطه الواحده، يعني خلي اضرب مثال على الانبار عندنا 2000 يعني فوق ال 2000 و2006 محطه، يمكن بال 2021 الان زادوهم مواليد 2004 و2005، انا باعتقادي سيعبر ال 2000 محطه انتخابيه اذا كل محطه بها نسبه التخطي 5%، يعني 25 صوت في كل محطه، بالتالي ممكن ايضا تستغل من ناس متنفذين او مثل ما صارت بال 2021 2018 واكدنا عليها سابقا. طيب. قلنا يا اخوان موضوع تخطى البصمه هذه فخ في قانون الانتخابات. بالنسبه للسجل الناخبين والاعمار اللي هذه ظهرت عندنا الحاله بانتخابات انتخابات 21. طيب. اليوم احنا هذا السجل من بعد التحديث 5 أيام للطعون. نعم. ليش ما حد قدموا طعن بالسجل؟ نعم. قال انه فلان عمره 136 سنه، فلان عمره 130 سنه، اجابه بسجل الناخبين. السجل الان اللي موجودين به فقط المحدثين بياناتهم بايومتريا. نعم. بصمه وصوره. زين هذا بال 136 منين جبنا البصمه والصوره مالته؟ هسه احنا ما نريد نطب بهذه الامور، هذه غير موجوده. نعم. واللي ارجوه انه اذا اكو بسجل للناخبين اذا اكو هيك حاله خليه يعرضوه بالاعلام. طيب. كلهم عندهم قنواتهم.